بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفصل السادس لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم على الـ Allocation of Frames والـ Local Allocation والـ Global Allocation. تعالوا نكمل كلامنا مع بعض. بنقول إيه؟ بنقول يا جماعة How do we allocate frames to multiple processes؟ يعني إزاي بيتم تخصيص الفريمز لعدد من العمليات؟ ده سؤال نعرضه مع بعض ونتكلم فيه سوا. How do we allocate frames to multiple processes؟ يعني هنخصص الفريمز ازاي؟ تعالوا نتخيل يا جماعه ان البروسيس اللي موجوده طلبت فريمز في الذاكره وتم تثبيت طلبها، وكل البروسيس ليها فريمز كامله معايا، بس خلصت الفريمز والبروسيس كلها مالت الفريمز واصبحت الميموري دلوقتي ايه؟ مفيش فيها فريمز فاضل. طيب يتم تجزئة الفريمز ما بين البروسيس ازاي؟ كيفية التجزئة؟ بيقول لك احنا ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك بنديفايد الفريمز ايكوالي بتوين بروسيس، يعني يتم تجزئة الفريمز الفاضية بالتساوي ما بين كل بروسيس والتانية. وكمان عدد الفريمز يا جماعة يتناسب مع السايز بتاع مين؟ العمليات. يعني طبعا مش معقول ادي مثلا فريمز قليلة، مش كده؟ لعملية كبيرة محتاجة فريمز، مش كده؟ محتاجه فيها عدد من البيجز، وكل بيجز محتاجه ايه؟ تقعد في الفريمز بتاعتها. مش معقول طبعا. يبقى اذا ديفايد فريمز، بنقسم الفريمز بروبورتيشنالي بيزد اون سايز اوف بروسيس، يعني بنقسمها ايه؟ تقريبيا بالنسبه لمين؟ بالتناسب مع مين؟ مع حجمها. طيب وايه كمان يا جماعه؟ وبنقسم كمان الفريمز برضو بناحيه تقريبيه وتتناسب مع مين؟ مع الاولويات. معايا؟ أولوية كل عملية. أي divide frames proportionally based on priorities. جميل. طيب وما تنساش ملحوظة مهمة جدا، إن كل بروسيس لها حد أدنى من الفريمز ده محتاجاها عشان تكمل العملية بتاعتها. مش كده؟ هقول تاني، each process كل عملية محتاجة أقل حد من الفريمز، يعني في عملية محتاجة على الأقل مثلا 3 فريم، في عملية تانية على الأقل محتاجة 5 فريم عشان إيه؟ تؤدي مهمتها. نقول مع بعض each process has a minimum number of frames that it requires، مطلوبة علشان تقوم بمهمتها. جميل. تعالوا نقارن دلوقتي يا جماعة ما بين كلمتين، ما بين local و global allocation. في فرق ما بين كلمة local allocation و global allocation؟ آه في فرق، عايزين نفهمها بالتفصيل شوية. بنقول إيه؟ بنقول خلي بالك بقى، البروسيس زي ما أنت شايف قدامك أهي بروسيس، وتعالى نتخيل إن البروسيس اللي هي B1 لها ايه؟ لها عدد من البيجز موجوده في عدد من الفريمز، وليكن مثلا دي البيج رقم 1 ودي ايه؟ هكتبها كده بيج رقم 1، بيج رقم 2، بيج رقم 3، وبيج 4، وبيج 5. افترض ان معايا ايه؟ بروسيس، والبروسيس ديت لها عدد من الصفحات موجوده في عدد من الفريم. افرض جت بيج رقم 6، والبيج رقم 6 ديت تتبع هذه البروسيس وعايزه تقعد، مش كده؟ تقعد، وعايزه تقعد ومش لاقيه لها مكان في الفريمز اللي قدامك ديت، والبيجز اللي قدامك دي من 1 و2 و3 و4 و5 كلها تعمل ايه يا جماعه؟ كلها تتبع هذه البروسيس. طيب البيج رقم 6 ايه اللي ممكن تحصل؟ هتقول لي انت نفسك هترد تقول ايه؟ تقول اوكي مفيش مشكله، نضحي بواحده من الخمسه دول عشان هي تقعد، طالما هي لها اولويه وعايزه تيجي تقعد دلوقتي وايه وضروري تنفذها. جميل. لو حصلت الحاجه زي دي يا جماعه، ان البيج التي تتبع نفس البروسيس خرجت بيج تانية من نفس البروسيس بره وقعدت على الهارد ديسك، العمليه دي بيسموها لوكال ريبليسمنت، او اللي هو ايه؟ التبديل المحلي. بمعنى ايه؟ بمعنى في التبديل المحلي كل بيج من البيج للبروسيس التي تتبعها لو تم تضحيه باي واحده فيهم نتيجه ان في واحده من البروسيس عايزه تقعد مكانها، ايه بنسميها ايه؟ لوكال ريبليسمنت، نظرا لان التبديل تم بين اثنين بيجز يتبعوا نفس البروسيس، بروسيس واحده. جميل. طيب هل في نوع تاني؟ في نوع تاني اسمه الجلوبال ريبليسمنت. وفي الجلوبال ريبليسمنت يا جماعه يتم التضحيه ببيجز من الممكن ان لا تتبع البروسيس بواحد، تتبع مثلا بروسيس ثانيه، وليكن مثلا بي 2 بي 3
معايا؟ إذن في الجلوبال اللي هو الايه اللي هو التبديل العام يتم التضحيه ببيجز تتبع بروسيس اخرى، وليكن مثلا نسميها بي 11 مثلا. يبقى في الحاله ديت بضحي ببي 11 وبتخرج وبيقعد مكانها بيج 6، تخيل كده؟ اه بيج تتبع بروسيس اخرى. دي باختصار يا جماعه يعني ايه لوكال ريبليسمنت ويعني ايه جلوبال ريبليسمنت. لوكال هقول تاني اهو عشان الموضوع ده مهم. اللوكال بنعمل ايه؟ ها ايوه صح كده، بنبدل ما بين اتنين بيجز يتبعوا نفس البروسيس. طيب الجلوبال بنبدل ما بين اتنين بيجز، واحده تتبع بروسيس والتانيه بتتبع بروسيس اخرى. جميل؟ نقرا بس كده هنت اسمح معانا من السلايدز، نقول ايه؟ لوكال ريبليسمنت اتش بروسيس سيلكتس فروم اونلي اتس اون سيت، ويحط تحتها 10 خطوط اونلي اتس اون سيتس اوف الوكيتد فريم. جميل. طيب الجلوبال ريبليسمنت يا جماعه بيقول ايه؟ بروسيس سيلكتس ريبليسمنت فريم فروم ايه يا جماعه؟ فروم ذا سيت اوف اول فريمز. اه قدامها اختيار من جميع الفريمز اللي قدام، يعني حتى لو كانت الفريمز ديت تتبع ايه؟ ها بروسيس تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.